ومما ينبه عليه هنا أنه لا يجوز بعد مجيء الإسلام أن يطلق على الإسلام أو على بلاد الإسلام بهذا اللفظ، فلا يقال أهل الإسلام في جاهلية، ولا يقال نحن نعيش في جاهلية، ولا يقال بلاد الإسلام بلاد في جاهلية أو غير هذه من العبارات، لأن هذه يقتضي منها التكفير، وأكثر من استعملها أقنوم التكفير في 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 هذا العصر سيد قطب في كثير من كتبه التي كفر فيها المجتمعات. فلا يجوز إطلاق مثل هذه العبارة بعد مجيء الإسلام، لا يقال بلاد الإسلام في جاهلية أو غير ذلك. لكن قد يقال إن هذا الأمر جاهلي، هذا الأمر من الجاهلية، أو إن هذا الأمر جاهلي، لكن لا يعمم هذا اللفظ فيقال بلاد الإسلام في جاهلية أو الناس في جاهلية أو غير ذلك. نعم.